السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، مبارك عليكم الشهر. اليوم راح يكون موضوعنا عن التمارين الرياضية الأنسب في هذا الشهر الفضيل. طبعاً لاختيار التمارين الأنسب في هذا الشهر الفضيل لازم نكون عارفين إيش هي أهدافنا. قد تكون أهدافنا وقائية وقد تكون أهدافنا علاجية. لاختيار التمارين لازم نكون عارفين قدراتنا الجسدية واحتياجاتنا الصحية قبل ما نبدأ ممارسة أي نشاط بدني. طبعاً هنالك عدة أنشطة بدنية ممكن أن نحن نطورها ونعدل فيها التكرار وعدد مرات ممارستها وأماكن أدائها عشان تتحول إلى نشاط بدني محسوب علينا كرياضة. مثلاً في البيت ممكن نحن نعدل بعض الأنماط الحياتية اللي نحن نسويها في المنزل عشان نقدر نسويها كرياضة بتكرار محدد ونمط محدد يزيد في دقات القلب ومعدل التنفس عشان نوصل للأهداف الصحية اللي نحتاجها. هذا بالنسبة للناس اللي ما راح تطلع برا. بالنسبة للناس اللي راح تمارس الأنشطة الرياضية برا، لازم تتأكد أن هي لابسة ملابس رياضية فيها قدرة على امتصاص العرق، ما تسبب احتباس للسوائل أو فقد شديد للسوائل والتعرق، ولازم نحن نراعي أن نحن أجواءنا شوية حارة، ولازم نراعي الأوضاع الصحية قبل ما نمارس أي نشاط بدني. طبعاً بالنسبة للجرعة الوقائية ينصح بأداء أي نشاط بدني في نهار رمضان أو حتى بعد الإفطار، ولكن بمقادير قليلة حتى ما نوصل للإجهاد. بالنسبة للناس اللي عندهم وصفات علاجية مثل مرضى السكري والضغط والأمراض الأخرى أو حتى مرضى السمنة اللي يحاولوا إنقاص وزنهم، لازم ما يعرضوا نفسهم للإجهاد الشديد. اختيار الوصفة الرياضية الصحيحة وأدائها بطريقة مناسبة في المكان المناسب يقينا الكثير من المشاكل الصحية. دمتم في حفظ الله ورمضان كريم.